مرحبا أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة منتدى أبطال الفنون القتالية بالمغرب. كما وعدتكم في الحلقة السابقة على أنني غنزور بطل جديد ورياضة قتالية جديدة، خصصنا حلقة اليوم إلى رياضة التايكواندو وزيارة البطل المغربي مصطفى عنتر في رياضة التايكواندو الموجود بمدينة وجدة، للاستفادة من الأستاذ وكسب مهارات في رياضة التايكواندو وطرح بعض الأسئلة على المدرب وإيصال صوت البطل إلى المشاهدين. قبل ما نمشيو نديرو هذه الزيارة، خليكم مع الفاصل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ممكن تعطينا واحد التعريف عليك أستاذ؟ مصطفى عنتر، من مواليد 1971، تاريخ الجدية ديالي، وبطل المغرب في رياضة التايكواندو اللي جيت 3 مرات، 96، 98، وكنت ضمن الفريق الوطني المغربي في 98 و 96. شكرا. تقدر تحدثنا شوية على رياضة التايكواندو؟ التايكواندو كما يعرفوا راها رياضة أولمبية، وهي كتعتمد على الرجلين بزاف واليدين. مرة كنخدموا اليدين، وممارسين التايكواندو باينين عندهم الرياضة البيضة بيضاء مختلفة على الرياضات الأخرين، التايكواندو باين.
شكرا. شنو الطموحات اللي تبغي توصلهم في هذا الميدان الرياضي؟ الطموحات اللي عندي دوك دابا راني كمدرب الدراري ديالي يوصلوا للبطولات، الدراري يوصلوا عندي الدراري الصغار ان شاء الله يوصلوا للبطولات اللي راهم عندي، وكنكثر لهم ان شاء الله بالدوريات بزاف المشاركات، ونتمنى من الله يوصلوا شي الدراري ديالنا لشي بطوله ولا يوصلوا شي حاجه ان شاء الله. شنو العوائق اللي تخلي الابطال ما يكملوش في هذا الميدان؟ والعوائق هو العوائق تقريبا اللي كنشوفوها في هذا الوقت، عوائق ماديه اللي كنشوف انا في هذا الحد الان، وقلت شي والدراري الصغار عاوتاني القرايه ليتيد اللي كنشوف انا بزاف راهم كثروا لهم في هذه المسائل في هذه المده هذه نتاع حد السنين التاليه، كثروا لهم بالمواد في التدريس بزاف، بقاو الدراري ما يقدوش يترينيو، هذا هو العوائق. شكرا استاذ. اخر سؤال، شنو تبغي توصل للشباب اللي ما كيمارسش الرياضه؟ والشباب اللي ما كيمارسش الرياضه نتمنى انهم يلتحقوا معنا هنا في ليصال ويلتحقوا في اي رياضه اللي يحبوها بلا ما يبقاو يتعاطوا المخدرات ويتعاطوا الكسميت والشي صوالح اللي ما دايرين، يلتحقوا بليصال ويتبعوا الرياضه، راه الرياضه فائده لهم وفائده لنا حتى حنايا. شكرا سي مصطفى على الاستضافه ديالك، ونشكرك بزاف على المهارات اللي اكتسبناها من عندك. شكرا. ان شاء الله المتابعين الكرام، وصلنا لاخر الحلقه، وكما شفتوا الحلقه كانت شيقه ومفيده، وكنشكروا الاستاذ مصطفى عنتر جزيل الشكر على الوقت اللي خصصه لينا. وما علينا، غير نقول لكم نتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله مع رياضه قتاليه جديده ومع بطل مغربي جديد، والسلام عليكم.